نقدم لكم الآن شرح للدرس الرابع في الوحدة الثانية في ريض 253. نتكلم الدرس عن المعادلات اللوغاريتمية. راح نتكلم في هذا الدرس عن حل معادلات لوغاريتمية عن طريق العلاقة ما بين الأسس واللوغاريتمات، ثم نحل معادلات لوغاريتمية باستخدام قاعدة المساواة بين اللوغاريتمات. طبعا احنا تعلمنا كيفية حل معادلات جذرية وأسية، الحين راح نتعلم حل معادلات لوغاريتمية. راح نعتمد في هذا على هذه القاعدة اللي تعلمناها اللي هي التحويل من لوغاريتمات إلى أسس. فإذا كان عندي لوغ x للأساس b يساوي y، فأنا أقدر أحولها لأسس بأن أنا أقول b أس y يساوي x. مثلا لو كان عندي هذا السؤال، لوغ 3 على 2 لوغ x للأساس 9 يساوي 3 على 2، أبغي قيمة x، فإحنا راح نحولها إلى أسس، فراح نقول 9 أس 3 على 2 يساوي x. أنا طبعا هذه ممكن أن أوجدها بشكل بسيط باستخدام الآلة الحاسبة، أو أن أنا أقوم لو طلب مني طبعا بدون استخدام الآلة الحاسبة أقوم بالتبسيط، يعني أقوم بالتالي: 9 هي 3 أرباع، فأقول 3 أرباع أس 3 على 2، نشيل 2 مع 2 فراح يصير عندي 3 أس 3 تساوي 27. نتأكد باستخدام الآلة الحاسبة، نكتب هذا بالحاسبة راح يطلع عندي 27، فبالتالي مجموعة الحل هي 27. وممكن نتحقق بالحاسبة ان احنا نكتب لوج 27 للأساس 9، راح نشوف انه يطلع عندي 3 على 2. سؤال اخر ايضا، هني لاحظوا ان المطلوب لوج 2 للأساس 8 يساوي x، فهني مجرد ان احنا كأن احنا نوجد قيمة x مثل ما تعلمنا في شرح سابق، فراح نقول ثمن أس X يساوي 2، ثمن أس X يساوي 2، فراح نحول إلى أسس. طبعا الثمن 8، احنا نعرف أن 8 هي 2 أس 3، 2 في 2 في 2، فبالتالي 1 على 2 أس 3 راح تصير 2 أس سالب 3، نرفع الاثنين فوق، فاثنين أس سالب 3 وعندي x، فنحط إليها x يصير ضرب في الأسس، فاثنين أس سالب 3 x يساوي 2، طبعا الأس هنا راح يكون 1، فراح نساوي الأسس ببعض لأن الأساسات تساوي متساويين، فسالب 3 x يساوي 1، فتكون ال x تساوي 1 على سالب 3 يعني سالب ثلث، فتكون مجموعة حلنا هي سالب ثلث. المعادلة الثالثة المطلوبة أعطاني المتغير في الأساس، فنقول x أس 5 على 2 يساوي 32. طبعا هذه معادلة جذرية ممكن نحن نحلها باستخدام اللي تعلمناه في الوحدة الأولى، إن أنا أكنسل هذا x 5 على 2 يساوي 32، احنا نكنسل هذا ان نرفع هذا المقدار الى اساس يساوي المقلوب، فنقول اس 2 على 5، اس 2 على 5، فبالتالي لاحظوا ان هني هذه تروح وهذه تروح، فيظل عندي x تساوي، ممكن هذا المقدار نجيبه بالآلة الحاسبة او اذا ما نبي نستخدم الآلة الحاسبة، 32 هي 2 اس 5 مرفوع إلى الأساس 2 على 5، 5 تروح مع 5 فيصير 2 أس 2 يساوي 4، فبالتالي مجموعة حلنا تساوي طبعا هني تساوي 4. فهذا بالنسبة إلى حل معادلات لوغاريتمية عن طريق التحويل إلى أسس. الحين راح نتعلم قاعدة
يسمونها قاعدة خاصية المساواة للدوال اللوغاريتمية. احنا تعلمنا من قبل انه اذا كان عندي معلومة سابقة انه اذا كان عندي a اس x يساوي a اس y، فراح نقول ان ال x تساوي y. نفس الشيء في اللوغاريتمات، اذا كان عندي log يساوي log الأساس، نفس الشيء وعندي هني ما داخل اللوج هو x وهني y، فمن الطبيعي أن يكون ال x تساوي y، والعكس صحيح. يعني ممكن نحن نحط log للطرف الأيمن وللطرف الأيسر. في ملاحظة راح نقولها، راح نشرحها واحنا نحل المسألة. حل المعادلات اللوغاريتمية التالية. لاحظوا هني عندي لوج يساوي لوج، كأنك تختصر اللوج هذا، لا يعني كأنه ما تشوفهم لأن اللوغاريتمين الأساسين نفس الشيء. فبالتالي ناخذ ما داخل اللوج وهو 2 إكس تربيع ناقص 3 يساوي إكس تربيع زائدا 6. طبعا هني 2 إكس تربيع وهني إكس تربيع، بنقل إكس تربيع هني، بتصير 2 اكس تربيع ناقص اكس تربيع اكس تربيع، وستة بنقل اليها الثلاثة راح تصير 9، فتكون الاكس تساوي موجب او سالب 3. طبعا انا الحين اوجدت الحل. في ملاحظة، الملاحظة تقول ان اذا حليت معادلة لوغاريتمية لازم اتأكد من حلولي اللي داخل اللوج. احنا قلنا ما داخل اللوج لازم يكون موجب، فأنا لازم أعوض عن الثلاثة بهذا المقدار وبهذا المقدار، لازم يكون قيمة موجبة وأيضا بالسالب 3. فإحنا راح نختبر الثلاثة والسالب 3. ممكن نحن نستخدم الآلة الحاسبة. طبعا عندي 2 إكس تربيع ناقص 3 وعندي اكس تربيع زائدا 6. ممكن ناخذ الآلة الحاسبة ونكتب هذا المقدار بالآلة الحاسبة، وباستخدام الزر كالكوليت مرة اعوض بالثلاثة ومرة اعوض بالسالب 3 يعطيني الحل، اعرف انه موجب او سالب. اذا كان سالب او كان صفر نستبعد هذا الحل. فلو عوضنا عن الثلاثة 2 في 3 تربيع، يعني 2 في 9 18 ناقص 3 15، فالقيمة موجبة. اوكي، سالب 3 أيضا نفس الشيء، لأن سالب 3 تربيع أيضا راح يعطيني 9، فهذا أيضا موجب. إكس تربيع زائد 6 واضح أن أي عدد مربع أضيف عليه عدد موجب راح يعطيني موجب. أيضا هني سالب 3 تربيع راح يعطيني موجب، فأيضا هذا موجب. فبالتالي تكون مجموعة حلي هي موجب أو سالب 3. سؤال آخر، لاحظوا ان هني لوج للاساس 9 وهني لوج للاساس 9 يساوي 0. فاحنا ممكن باستخدام خاصية المساواة ان ننقل هذا اول شيء هني، فيصير لوج الاساس 9 الى اكس تربيع ناقصا 4x يساوي لوج 3 ناقص 3x ناقص 10 للاساس 9. فنفس الشيء بما ان هني لوج وهني لوج الأساس نفس الشيء، فراح أقول x تربيع ناقص 4x يساوي 3x ناقص 10. راح أخليها معادلة صفرية، فراح نقول x تربيع لو نقلنا 3x راح يصير سالب 4x، سالب 3x بصير سالب 7x، وسالب 10 بصير موجب 10. فراح يصير، راح طبعا هذه تنتقل سالب 10 الجهة الثانية بتصير موجب 10. هاي طبعا مقدار ثلاثي أحلله، راح يصير عندي x و x، العشرة هي 5 في 2، والإشارة إشارة الحد الأوسط، يعني x ناقص 5 و x ناقص 2. فالحلول اللي تطلع عندي بالآلة الحاسبة هي x يساوي 5 وال x تساوي 2. مثل ما قلنا نختبر هذه الحلول. عندي أنا الحين x تربيع ناقص 4x،
هذا المقدار، وعندي المقدار الثاني هو 3x ناقصاً 10. ما راح أعوض أول شيء أكتب هذا باستخدام الآلة الحاسبة، بعدين أستخدم الزر كالكوليت للتعويض عن إكس بخمسة. إكس تربيع 25، 25 ناقصاً 4 في 5 يعني ناقصاً 20، 25 ناقصاً 20 5 يعني موجب، فهذا أوكي. أيضاً المقدار الثاني، أو لو عوضنا بالاثنين، 2 تربيع 4، 4 ناقصاً 4 في 2 يعني 8، 4 ناقصاً 8 سالب 4، فهذه القيمة سالبة. فبما أن طلع عندي التعويض عند 2 قيمة سالبة، لازم أستبعد هذا الحل من مجموعة الحل، فهذا الحل مرفوض. أيضا الخمسة لازم أشيكه هني، 3 في 5 15، 15 ناقص 10 موجب، فخلاص ضمنت أن الخمسة يعطيني قيمة موجبة في المقدارين. طبعا هذا الحل هني أو التعويض هني تحصيل حاصل، حتى لو طلع عليه موجب، لو يطلع عندي قوس يطلع عندي بالسالب، خلاص أرفض هذا الحل. بس لو عوضنا هني بصير 3 في 2 6 ناقص 10 أيضا سالب 4 أيضا سالب، فبالتالي الاثنين مرفوض. فعندي الحل هو 5، فنقول إن مجموعة الحل فقط 5، فنستبعد الاثنين، فيكون عندي حلي فقط هو 5. فهذا بالنسبة إلى حل معادلات اللوغاريتمية باستخدام خاصية